السلام عليكم. السلام عليكم، رمضان كريم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. حبيت نتقاسم مع اخوتي واخواتي المغاربه هذا الفيديو باش تعرفوا عادات وتقاليد تاع الجزائر، ومن خلال اختي الزموريه وسبقت وشاركت معاكم ان شاء الله. هذه الكوكا، هذا طبق تاع لي سيجار، هذه دي ميني بيتزا، هذا دجاج محمر على الطريقه المغربيه، سموثي، سلات، طاجين مرقة حلوة، طاجين العين، هذا حماس، زوز أنواع. هاي ليكم، هذا حم عادي، وهذه بطاطا، هذه الكسرة تاعنا باش تعرفوها، مطلوع تاعنا، هذه تحلية درتها باش يديروها. ما نستغناوش على الكوكا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وعندنا هذه الشوربه، هاي شربتنا، وان شاء الله نكون تقاسمت معكم هذا الفيديو. هذا راجل اختي اللي قال السلام عليكم، راجل خوله ونجات، هما اللي جايين يفطروا عندي اليوم خواتاتي ان شاء الله. ومعنا هاجر ثاني سلفه خوله اختي، ورمضان كريم للجميع.